العمل الواجب نمبر 1 شاش محمد حرادي اشهر على الله شاش محمد حرادي حرادي ايوه السلام عليكم يلا يا تحية كبيرة لأحلى ناس في الدنيا من أم مبروك لأحلى فرحة فرحة أخوي إسماعيل الليثي وطول حركة ساعة الجرح بيري ساعة بيمشي ويعدي ما بتقفش الدنيا والي ناس بتيجي وناس بتروح يعني جروح بجرح عادي ومن في الدنيا مش مجروح ناس كتير كانوا في حياتي والنهاردة فضلني الفراق بقى زي عادة وقلبي عود علي حبيبي نص عمري فات وديني ما افتكرش فرحت فيه نفسي اعرف مالها بيا الدنيا جاي عليا بيمشي ويعدي يلا معايا على السفة الصحاب حلها مال واليمين صباح شمال قلبي من جوشان المال على الأطفال مش بالفلوس ولا كتر مال الكلام فعلا مش ليك والمثل لو جاي عليك الفلوس
اللي بيحب اسماعيل النيس وفرحان من قلبه الاحلى ليله هيسمعها السقفه. تحيه كبيره لاحلى ناس في الدنيا على السقفه على السقفه. الكلام ده للعيال والتلال كلام ومفاعل. سيدي استاذه يارا واحده واحده سياده اللي هو خالد يضرب الراس مصطفى العراقي هات اللي نور علينا الدنيا. الراس مصطفى العراقي نبت بلد نبت العالم رحمة عامر نبت العالم منور يا عم الدنيا. تحية كبيرة لنجم مصر أحمد عامر أبو يوسف أحلى أبو عنا أبو يوسف محمد حرامي شبرا بلدنا شبرا. تحية كبيرة لشبرا سيادة اللي هو خالد جبر هو ده علينا الدنيا الرئيس مصطفى العراقي يا صاحبة راس دارة نجم المطرية اخويا الريس مصطفى العراقي نجم المطرية الكل عينه عالدارة. حاضر والله هقولها. طب اجيب مين تسالكي يمكن انا اجي في زهارة ده انا استسلكوا برمشي وادري عليكوا بجسمي وكله زي ما عنده بياخد اللي عايزه ويمشي. انا اسمي كافي لوحده يرعب اسود وشباب واخد عهد في طريقي نمشي شمال الاندال. اخويا الاستاذ ايهاب العبده واخويا شطه بالابيض بلدنا بابا عنده ابو عمار الاستاذ ايهاب العبده وشطه بالابيض اخواتي بصب عليكم. اصلي سنفكنا مش نصر تحيه للصغر احمد عبد الشيخ تغرق على ايديا تحيه للصغر احمد عبد الشيخ تيجي الصحف أبصار يلا بينا غمولي عيني وسابوني وحدي وسط الأفعي والزئة تسلم يا بابا قالها قالي كلمة ما تعتمدش يا على الصحف. وسط الأفاعي والسياب تسلم يا يارا يا رفاق قلبي كلمة
ريشة فينا دون حق يا عين واحد اللي فوق الحق سابوني وحدي وسط الأفاوي والزهاء تسلم يا ابويا ألقاني كلمة ندعتي ما تشرف عيدة فوق